بص يا سلمى، خلينا نقول على نقطة مهمة جدا. لحد دلوقتي الشيء الجميل واللي مزعل ناس كتير، يمكن مزعل المستشار تركي آل الشيخ نفسه، ان الاهلي ما فيش رد رسمي، وحتى جماهير النادي الاهلي حتى لو هو بيقول عليها لجان، الناس ملتزمة الصمت ومحترمة قرار مجلس الإدارة او عدم رد مجلس الإدارة وخروجه ببيان. واعتقد من وجهة نظر الشخصية ان دي عين العقل، كل شوية تخرج ببيان وتطلع ترد. العلاقة حلوة اوكي، احنا حبايب، العلاقة وحشة نشتم ونسب ولازم نرد وما ردوش علينا ليه؟ ده وضع الحياة لا يليق بالنادي الاهلي وباسم النادي الاهلي وبتاريخ، ولا حتى بالكرة المصرية. وانا عبر هذا الاثير عايز اوجه رسالة للناس، ما تفرحوش انت كزملكاوي ان يطلع حد يشتم النادي الاهلي، لان هيجي عليك الدور بعد كده. لازم الامور دي تقف عند حدها. الاهلي والزمالك دول قطبين للكرة المصرية، التجاوز في حقهم الحياة بيسيء للكرة المصرية وبيسيء للرياضة المصرية. اعتقد ان ادارة النادي الاهلي لابد ان تعيد حساباتها هي الاخرى في رئاسة تركي آل الشيخ الشرفية للنادي الاهلي. قبل كده النادي رفض الاستقالة وقال ان خلاص الراجل حاد عن الطريق اللي هو محاولاته دايما الضغط والتدخل في إدارة الأمور. يمكن زي ما بقول لك في موضوع حسام عاشور بين ظفرين كده، ان التركي آل الشيخ عايز الجواب يجي له الأول وهو يراجعه. يمكن ممكن إدارة النادي الأهلي ترفض ان يكون في املاء عليها او صحح او ما تصححش، لكن الواضح من كلام حسام عاشور ان الكابتن محمود الخطيب حفيده مريض، لم يتمكن من الرد على الهاتف، لن تقم الدنيا او لن تحدث وصل كارثه اذا المشهد يا تاخر وصل الامور. المشهد يا محمد. نعم.